يخص مقابلة ديال المغرب التطواني فهي ما غاداش تكون سهلة بحكم أن المرتبة اللي كتحت على فريق المغرب التطواني فهي المرتبة الثانية اللي هو متصدر الفتح. فريق الوداد هذا الأسبوع اللي فات فهو عاد نتيجة إيجابية من الدار البيضاء وفاز على فريق أولمبيك خليوي 3-0، يعني الروح ديال الفريق فهي رجعات بقيادة ديال المدرب. نتمنى ان شاء الله اننا المقابله هي المقابله ديال 6 نقاط، على اننا نمشيو لمدينه تطوان، على اننا نفوزوا ب3 نقاط باش نحاولوا نقربوا اكثر من الصداره، لان لفزتي بالنقاط في هذه المقابلات هذه خصوصا مع الفرق اللي كنت تمركز مقدمه، فزت في مقابله من 6 نقاط ماشي ب3 نقاط. ونتمنى ان شاء الله ان الجماهير ديال الوداد البيضاوي انها تساند الفريق لاخر دقيقه ان شاء الله باش نفوزوا في هذه المقابله ونرجعوا للسكه ديال الانتصارات ان شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما شاهد جميع فريق الوداد البيضاوي بالعناصر ديالو، الحمد لله يعني حققنا نتيجه ايجابيه مع الاسبوع اللي فات، 3 نقاط عطاتنا واحد الاضافه اللي هي كبيره. نتمنى من الله ان شاء الله نستعدوا بما فيه الكفايه في مقابلات الايام ان شاء الله، يعني كان عندنا 2 ديال التعادلات وانتصار، هذا عطى واحد الحفز معنوي كبير. ونتمنى من الله ان شاء الله باش نمشيو لمدينه تطوان باش نحتفظوا على 3 نقاط ان شاء الله باش نتمكنوا من الصداره. يعني هذا الفوز هذا عطانا واحد الثقه اللي هي كبيره، استرجعنا الانفاس ديالنا، والحمد لله يعني عناصر فريق الوداد البيضاوي حاليا بواحد المعنويات اللي هي مرتفعه. يعني اي لاعب حس بالمسؤوليه اللي عليه، يعني عندنا مقابله المغرب التطواني ومن بعد مقابله المغرب التطواني لاعبين مقابلتين ان شاء الله هنا في مدينه الدار البيضاء، ولهذا احنا غاديين على اساس باش نحققوا 3 نقاط ان شاء الله باش نتمكنوا بالصداره والالتحاق بالصداره ديال الفتح الرباطي. ونتمنى ان شاء الله التوفيق للعناصر فريق الوداد البيضاوي ان شاء الله.